نجدد لكم تحية أحبتنا. للأسنان أهمية كبيرة في حياة الإنسان، ومراجعة طبيب الأسنان باستمرار مهمة جدا أيضا لتجنب الكثير من الأمراض التي تصيب الأسنان، حيث أنه الوحيد القادر على تشخيص تسوس الأسنان مبكرا ومعالجتها، إلى جانب قدرته على تشخيص وجود تكلس أو جير على الأسنان وتنظيفه. فعلا عبد المحسن، زيارة طبيب الأسنان تعد إجراء وقائي مبكر، بحيث يطلع الطبيب على وضع الأسنان باستمرار، ويستطيع كذلك تقديم النصائح الطبية للمريض حتى يتجنب مضاعفات التسوس. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا نستضيف الدكتور فهد الصقري، طبيب أسنان وممارس عام. يسعد صباحك، حياك الله معنا. صباح الخير، الله يحفظك ويسلمك. دكتور، نسمع دائما عن تسوس الأسنان، ولكن في هناك من يجهل أسبابه المباشرة هذا التسوس، وأيضا الأسباب الغير مباشرة، نوضحها للسادة المشاهدين. هو السبب الرئيسي لتكون التسوس وجود بقايا طعام الأكل، وجود بقايا الطعام لفترة كثيرة من دون تنظيف. الفترة هذه يتكون فيها طبقة لزجة تكون على سطح السن، تتغذى عليها البكتيريا وتنتج أحماض تسبب تآكل الأسنان. في سبب ثاني ما هو التسوس، يسبب تآكل الأسنان، مثل ارتجاع أحماض المعدة، بعض المشروبات والمأكولات تسبب تآكل الأسنان، لكن السبب الرئيسي اللي هو وجود بقايا الطعام لفترات معينة. جميل جدا. يمكن قلنا الأسباب دكتور، يعني خلنا ناخذ بشكل مفصل الوقاية، شلون نقي نفسنا من هذا التسوس أكيد. تحديدا، وفي حال صار تسوس شن هي طرق العلاج؟ أكيد، هو طرق الوقاية كانت يعني طول السنين طافت، الأطباء والشركات كانوا يبثون رسالة شوي كانت ناقصة، اللي هو نظف أسنانك 3 مرات باليوم راح يقيك من تسوس الأسنان. بس كانوا يعني ما يركزون على استخدام خيط الأسنان، لأن الفرشاة والمعجون نقدر ننظف فيها فقط 3 أسطح اللي هي الأسطح الخارجية للسن، لكن بين الأسنان يبقى الطعام مثل ما هو وبيئة خصبة لتكون التسوس. يعني في كثير من الناس راح يقولون إن أنا والله نظف أسناني 3 مرات باليوم وصار عندي تسوس، وفعلا يعني أنا واجهت حالات كثيرة بالعيادة أسنانها نظيفة جدا وما في أي أثر للتسوس بالعين المجردة، بس في ألم، بس بعد الأشعة ألاقي أكثر من مكان في تسوس، والسبب عدم استخدام خيط الأسنان. يعني ضروري استخدام خيط الأسنان، والووتر بيك هذا ما يسوي شغل. الووتر بيك نفس الشيء. نفس الشيء. لكن المعتمد أكثر اللي هو خيط الأسنان. حتى طيب الحين صار حلو كمل. عفوا، الرسالة يعني تعدلت، قبل كانت 3 مرات باليوم صارت الحين مرتين باليوم. غير كذي صارت الحين استخدام فرشة الأسنان والمعجون وخيط الأسنان. جميل جدا. وفي حال صار تسوس دكتور، طرق العلاج يعني كم جلسة، بجلسة واحدة مثلا؟ هو قبل العلاج في الأهم التشخيص، لأن تسوس نوعين، في أرستد كيرس اللي هو تسوس نقدر نقول بالعربي محبوس أو ماتت البكتيريا الموجودة في التسوس، هذا ممكن نخليه ما نشيله. حلو. إيه، إذا كان النوع الثاني اللي هو السوفت اللي لازم ينشال نستبدله في حشوة أسنان. جميل. لو تحدثنا عن تبييض الأسنان، هل ممكن أنه يسبب مشاكل أيضا؟ أكثر مشكلة تواجه اللي جرب عملية تبييض الأسنان، و40% من الأشخاص جربوها، حساسية الأسنان. لكن تقدر تقول الشركات الحين حلتها بشكل جيد، اللي هو قللوا نسبة تركيز المادة الفعالة بالتبييض، وقاموا يرفقون مادة التبييض المنزلي جل يقلل حساسية الأسنان، وهم نفس الشيء التبييض اللي في العيادة، قبل كان شدة الإضاءة اللي تخلي المادة تتفاعل وحدة، الحين خلوها تقريبا 3 درجات، تبتدي من البسيطة إلى أعلى درجة. طبعا كل ما قلت نسبة التركيز بالتبييض المنزلي وقلت نسبة شدة الضوء في العيادة طولت مدة التبييض أكثر. صحيح، والتبييض المنزلي وايد مفيد ويستمر أكثر من غيره. للعلم هو التبييض الوحيد لسنتين كان معترف فيه من قبل جمعية الأطباء الأسنان الأمريكية، واللي في العيادة ما اعترفوا فيه إلا قبل سنتين. جميل جميل. طيب دكتور، يعني سمعنا في أشياء ما أدري تتداول دائما، يفتون أن زيوت معينة، صودا، فحم، هذه الأمور كلها تام في التبييض، فصحت
هذه الأقاويل والتجارب اللي يقدمونها للسادة المشاهدين أو أيضا للمستخدمين السوشيال ميديا عبر الوسائل هذه مدى صحتها؟ هو في ناس كثار يستخدمون يتابعون هالطرق يعني في البيت اللي صودا كركم حتى قشر الليمون ها البياض مال القشر كل الأشياء هذه تستخدم الأبريجن تكنيك اللي هي كحت السن عشان يتغير لونه صحيح. وفي دكتور كويتي سوى تجربة حلوة موجودة باليوتيوب اللي هو أربع أسنان مخلوعين حط كل سن في مادة واحد في كركم واحد في ماي واحد في مادة تبيض اللي احنا نستخدمها في العيادة واحد كان في صودا اللي فعلا تغير لونه أكثر من ثلاث درجات اللي هو مادة التبيض أما الكركم والصودا تغير تقريبا نص درجة ولما حطوه تحت الميكروسكوب لقوا نفس الجروح في المينا الأسنان وهالشيء راح يحس فيه المريض بعد فترة بحساسية صحيح. بنتقل لمحور آخر يعني هل تتعارض زراعة الأسنان مع مرضى السكر؟ هو فعليا أكثر ناس محتاجين زراعة الأسنان مرضى السكر لأنهم أكثر الناس تعرضون لفقد الأسنان لكن تعرضون؟ يفقدون أسنانهم إلى أن دائما مريض السكر يصير عنده احنا نسميه بون ريسيشن اللي هو تراجع في عظم الأسنان فبعد فترة تلاقي السن يتحرك وينشال هو أكثر شخص محتاج زراعة الأسنان لكن تعتمد أن نزرع له أو لا على حالته الصحية طبعاً إذا والمرحلة العمرية أنت لما تقول زراعة وفقدان أسنان يعني كأنك تتكلم عن أعمار متقدمة في لا وفي ناس أعمارهم صغيرة وعنده سكر وما ينفع له زراعة الأسنان وفي ناس أعمارهم تجاوز 80 سنة ونحط لهم زرع لأن إحنا ما نعتمد على العمر نعتمد أكثر شيء على حالة السكر معه هل هو متحكم فيها أو لا وغير كذي باستخدام الحين الأشعة ثلاثية الأبعاد نقدر نعرف طول سماكة العظم بالضبط عشان نقدر نحط له تركيب وفي خيارات كثيرة للزراعة يعني قبل كنا نضطر أن نحط ست زرعات فوق ست زرعات تحت عشان نقدر نعوض الأسنان لكن الحين ممكن زرعتين فوق زرعتين تحت نحط الطاقم المتحرك بس يكون ثابت على الزرعات ويعوض بشكل جيد يعني وشكل جميل أيضا حتى ما يبين أنه هو تركيب وشري دكتور شن هي أسباب جز الأسنان أثناء النوم يعني في وايد ناس تعاني من هذه السالفة ويمكن أعطيتهم علاجات يحطون مادة معينة أي فشن هي الأسباب اللي تخلي الإنسان يوصل لهذه المرحلة هي أسباب ما لها علاقة بالأسنان على فكرة يعني السبب الرئيسي يكون نفسي أو عصبي يكون عادة من القلق توتر تنافسية أماكن العمل أو حتى في البيت يعني حتى الأطفال ممكن يعانونه وأغلب الناس اللي يصير عندهم الجز على الأسنان مو هو اللي يشخص نفسه لازم يعني يا أحد نايم يمه يقول له يسمع الصوت أو في العيادة لما يجي عندنا العيادة إذا هو يعاني من هالمرض صار له فترة طويلة راح نلاقي الأسنان من فوق صايرة مستوية من كثر ما يجز صارت آكل فيها صح يبين بالإضافة إلى أنه مثلا يشتكي من أقعد من النوم ألاقي ألم في المفصل أو دم بحلجي نقدر يعني نعالجها بالنايت جارد بس يعني هل لها دكتور هل لها مضاعفات على الأسنان خاصة أثناء النوم؟ أي طبعا ألام الأسنان ألام المفصل الطبقة المينا العلوية للسن كلها تنحت بعد يعني بعد فترة طويلة من جز على الأسنان فضروري أن إذا أحد يحس أو يسمع صوت جز الأسنان المفروض أنه يستخدم النايت جارد طيب بعد ما يستخدم النايت جارد راح يفرق معه وراح يفتش هذه العملية من عنده ولا لها علاج آخر النايت جارد هو ما لها علاج لأن هذه مرتبطة بالأعصاب وهي صحيح. تعتبر رد فعل طبيعي للجسم مثل لما الواحد يعض على شفايفه صح. او يمسك يدينه كذي وهو نايم يجز على اسنانه هي ما لها يعني علاج الا النايت جارد عشان نحمي الاسنان ولا ما راح توقف جز الاسنان وارتاحوا عليها بعد الاستخدام طبعا اللي كان يعاني من الم اللي كان يعني يلاقي دم بحلجه لما يقعد من النوم تقريبا اختفت المشاكل واغلبهم للاسف ما يدرون ان عندهم جز بالاسنان صحيح صحيح باللا شعور تصير صحيح. نعم. صحيح صحيح شكرا لوجودك معنا دكتور انا اللي شاكر لكم ومشكورين على الاستضافه خلي لي كل الشكر مشاهدينا لضيفنا الدكتور فهد الصقري طبيب اسنان ممارس عام شكرا لك دكتور شكرا بنروح معاكم الى
تقرير نظمت كلية الكويت العلوم والتكنولوجيا مؤتمر تعليم وبحوث الأمن السيبراني الأول 2019 بالتعاون مع الحكومة البريطانية والهيئة العامة للاتصالات وجامعة الكويت، حيث يهدف المؤتمر على تطوير وتحديث القدرات التعليمية وتوفير الدعم للبحث في المجال السيبراني. وكان لكاميرا برنامج صباح الخير الكويت هذه اللقطات.